مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نقدمها لحضراتكم من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. منظمة الأمم المتحدة تعلن أن كريستوفر روس توقف منذ 30 أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. ومن مدينة غليميم نرصد للقاء تواصلي حول القطاع الصحي بالإقليم. وإطلالتنا الأدبية من مدينة العيون وفعاليات النسخة الثامنة من ملتقى عيون الأدب العربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانيه الصادقة ومتمنياته للشعب الكاميروني الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس بول بيا. أكد جلالة الملك حرصه الراسخ على مواصلة العمل سويا مع رئيس جمهورية الكاميرون للرقي بالشراكة المغربية الكاميرونية على مستوى طموحات الشعبين الشقيقين، إسهاما في دعم التعاون البيني الإفريقي بما يخدم السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن كريستوفر روس توقف منذ 30 من أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. وأبرز المتحدث باسم الأمم المتحدة في توضيح أرسل للصحفيين المعتمدين بالمنظمة الأممية أنه بخصوص سؤال طرح خلال اللقاء الصحفي اليومي، نود أن نؤكد أن السيد كريستوفر روس قد توقف منذ 30 من أبريل عن تحمل دور المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء. ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس أنه عقب الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الدبلوماسية المغربية السيد محمد علي الخمليشي من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تم استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجزائر بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتم إبلاغه استغراب المملكة المغربية إزاء هذا التصرف الذي يخرق كل الأعراف والممارسات الدبلوماسية، والذي يقدم عليه ممثل البلد لا يتوقف عن الادعاء بصوت عالي أنه ليس طرفا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأضاف المصدر ذاته أنه إزاء هذا التصرف غير المقبول من طرف مسؤول دبلوماسي جزائري سامي طلب منه أن يتم تقديم اعتذار حول هذه الواقعة. في موضوع آخر، شكلت الحاجية الملحة لقطاع الصحة على مستوى إقليم غليميم محور أشغال اللقاء التواصلي الذي عقدته اللجنة المركزية التي تمثل عدد من القطاعات وحضرها مجموعة من المنتخبين والفعاليات المحلية. جانب من أشغال هذه اللقاءات في متابعة حافظ محتار عياد السرتي ودحمان بعيرس. لجنة مركزية عن وزارة الصحة خلال اجتماع لها مع عدد من منتخبي الجماعة الترابية بإقليم غليميم محور النقاش انصب حول مختلف الحاجيات والانتظارات الأساسية لكافة هذه الجماعات على مستوى هذا القطاع الحيوي، حاجية حددها المتدخلون الذين عددوا بالمناسبة الصعوبات المطروحة والتي تقض مضجع الساكنة بالوسطين الحضري والقروي على مستوى البنيات والتجهيزات وكذا الموارد البشرية. على مستوى بوزكان كاين مستشفى ديال القرب اللي كيلتج اليه 8 ديال الجماعات المحلية على مستوى الدائرة ديال بوزكان. هاد المستشفى ديال القرب بناية جديدة ومهمة جدا. حنا كنتفهموا الإكراهات ديال البداية، نلتمس من المعنيين بهاد الشأن على أساس يزودوا المستشفى بتجهيزات جديدة ومهمة وبأطر طبية اللي يقوموا الواجب ديالهم. جديد على يعني الإكراهات ومتطلبات ديال الساكنة في القطاع ديال الصحة. إذا من خلال النقاش اللي كان تم تقديم
قرير على الوضع الصحي في كل جماعة، تم تقديمه شفويا بعدها تم تقديمه كتابيا، ويمكن تلخيص هذا يعني المطالب ديال الساكنة فيما يتلخص فيما هو موارد بشرية، تجهيزات ثم بنايات. اللقاء شكل كذلك فرصة لبسط جملة تدخلات وزارة الصحة بالإقليم ومختلف برامجها، خاصة المتصلة بالبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع بتنزيل هذه التدخلات. في الشأن التربوي وتفعيلا لعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون برسم السنة الجارية، والرامي إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هيئة التدريس والمكلفين بالتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، نظمت الأكاديمية دورة تكوينية حول اضطرابات التعلم لدى الطفل بإشراف دولي في المجال. في المتابعة محمد الفويرس وعبد الله المحمودي. اضطرابات وصعوبات التعلم لدى الطفل تتخذ أشكالا مختلفة، من بينها العسر القرائي أو الكتابي وبطء الفهم وصعوبة النطق، ولا ترتبط هذه الاضطرابات بالضرورة حسب ذوي الاختصاص بدرجات الذكاء وقدرات التمدرس لدى الطفل، بل هي تجليات لعاقة غير ظاهرة ينبغي على الأطر التربوية إدراكها والتعاطي معها بشكل علمي وعملي لتفادي الهدر المدرسي وتمتيع الطفل المصاب بهذا النوع من الاضطرابات بحقه في التمدرس وفق استراتيجية ورؤية تربوية واجتماعية تراعي حالته الصحية والنفسية. أهمية الموضوع هو أن المدرسة قلما تلتفت لهؤلاء الأطفال الذين لديهم اضطرابات وصعوبات التعلم، لأن إعاقتهم غير ظاهرة للعيان، وبالتالي فإن الالتفات لهم في ظل الإصلاح ديال المنظومة التربوية أصبح ضرورة ملحة، ولا بد من أن نعترف بأن هؤلاء الأطفال إنكارهم أو عدم الاعتراف بهم أو عدم مساعدتهم يمكنه أن يؤثر سلبا على مستقبلهم. الأسرة ما كتفهم شيء بأن الطفل هو إيباركتيف كيبقيت كيعاقبوه في القسم نعاقبوه، ولهذا درنا هذا اللقاء، حضرنا فيه السيدة المصاحبين والسادة المفتشين باش يكون واحد التوعية على مستوى المؤسسات التعليمية على الخصوص الابتدائية، هاد التلامذ نعرفوهم، هاد لي ديسليكسيك لي ديسكرافيك لي زوتيست ولي زيبيراكتيف نعرفوهم ونعتبرهم أطفال ذوي احتياجات خاصة ونعطوهم يعني تمدرس لسائر القدرات العقلية ديالهم، خصوصا أنهم ساكن ماشي مسؤولين عن هاد لي تروبل اللي كيعانيو منهم. معرفة اضطرابات التعلم لدى الطفل مسؤولية تربوية واجتماعية تجمع بين الأطر التربوية والأسرة من أجل تسهيل العملية التعليمية وصيانة حقه في التمدرس. إلى السمارة، حيث نظمت الثانوية التأهيلية وادي الساقية الحمراء أنشطة ثقافية من إبداع طلبة مسلك البكالوريا الدولية، تخليدا للذكرى 14 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وتهدف إلى صقل المواهب المحلية في اللغة الأجنبية. سالك رحال أمبارك الباس. العشرات من التلاميذ يمثلون مسلك البكالوريا الدولية خيار الفرنسية بالثانوية التأهيلية وادي الساقية الحمراء بسمارة أتحف الجمهور من خلال إبداعات ذاتية في اللغة الفرنسية، إبداعات أبانت عن قدراتهم الخلاقة وعن أهمية هذا المسلك التربوي الجديد الذي يحتاج المزيد من الدعم والتشجيع. الأعمال التي رأيناها هي إنتاجات تلاميذية 100% فقط قمنا بتنظيمها، وأعتقد على أن هذه الشعبة تحتاج إلى دعم، خصوصا أن الكتب المدرسية هي كتب غالية الثمن، وهنا طبعا لا يسعني إلا أن أشكر عملة الإقليم التي وفرت لنا الكتب الدراسية مع مطلع كل سنة دراسية، فهذا تشجيع لهذه الشعبة، وهي شعبة جديدة طبعا بالبلاد، ولكن طبعا لها مستقبل أعتقد على أنه مشرف، لأن هؤلاء التلاميذ أبهرونا بأدائهم في المواد واللغات الحية التي هي حجر الزاوية في كل تعليم ثانوي جيد. التلاميذ المشاركين هنا هم تلاميذ بكالوريا الدولية، كان يعني مجموعة من الأنشطة كان بينوا الإبداع ديال التلاميذ، بصراحة
يعني الهدف من هذه الامسيه ان نبينوا القدرات ديال التلاميذ، القدرات ديالهم انا يعني الى جانب انهم يعني متفوقين في الدراسه، كاين واحد الجانب ديال الهوايات كالمسرح مثلا، كال يعني التقديم، كال يعني كان بينا كذلك واحد الفقره اللي كتتكلم على يعني الاهميه ديال القراءه، قراءه يعني الكتب سيرتو باللغه الفرنسيه. بغينا نديروا هذا الحفل هذا باش نبينوا للناس لو نيفو اللي وصلنا ليه، وهذا كله بفضل ديال الاساتذه ديالنا والمدير اللي ديما تيدعمونا تيزيدونا عن تيعطيونا الوقت باش نديروا انشطه ونديروا بحال هاد كيف تفتحوا لنا المجال باش نديروا بحال هاد الاعمال هادو باش نبينوا بلي راه الثانويه ديالنا عندها واحد مستوى عالي في الدراسه. وفي اختتام هذه العروض تم توزيع جوائز وشهادات تقديريه على مختلف الفائزين في المسابقات التي نظمت بهذه المناسبه ليتم التفكير مستقبلا في انشطه موازيه تدعم هذا المسلك التربوي. إطلالتنا الأدبية لنشرة ترصد لفعالية النسخة الثامنة لملتقى عيون الأدب العربية الذي تنظمه جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية بمدينتي العيون وطرفايا. ملتقى استقطب ثلة من الأدباء والشعراء من المفكرين من 8 دول تداولوا في موضوع أدب الرحلة. وللجهة حضر حفل افتتاح هذه التظاهرة الأدبية. في المتابعة عيد سرتي ومحمد مشنان. موعد جديد مع الأدب بعيون الساقية الحمراء بمشاركة أدباء وشعراء وأكاديميين قادمين من أقطار عربية ومن السنغال، دورة زاوجت ما بين القراءات الشعرية والندوات العلمية. ملتقى بلغ دورته 8 وطرح على طاولة النقاش أدب الرحلة. هنا لا تكون الرحلة مجرد انتقال من مكان إلى آخر، تعتبر الرحلة وجدانا يسافر في أبعاد تاريخية ونفسية، ولكنه كذلك يوصل الأبعاد الكبرى في تاريخ الإنسان والبشرية، ومن ثم تعتبر هذه اللحمة تجسيرا لثقافات تقوم على الإنسان في حد ذاته باختلاف ثقافاته. نحن هنا لنشارك أشقائنا أهلنا في عيون الساقية الحمراء فرحتهم بالأدب، حفاوتهم بالأدب، عنايتهم بالتاريخ، عملهم من أجل الثقافة، وخاصة من خلال هذه المبادرات التي تسجل بها جمعية النجاح نجاحا على نجاح من عام إلى عام. تظاهرة تمتد لأربعة أيام استقطبت باحثين ومتتبعين ومهتمين بمجالي الفكر والأدب وبانفتاح على العمق الإفريقي للمملكة. وهنا تأكيد على دور البعد الثقافي في توحيد جهود التنمية وطنيا وقاريا. هذا شرف عظيم لي، جئت لأمثل السنغال في هذا الملتقى، و هذه الندوات العلمية مهم جدا، لأن السنغال والمغرب علاقتهما ضاربة في التاريخ والقدم، هناك علاقات أخوية، روابط الدم، روابط الدين، نحن عندنا نفس المشتركات، العقيدة الأشعرية، الفقه المالكي، التصوف الجنيدي، هذا والتاريخ المشترك. تميزت هذه الدورة بثلاث نقاط أساسية، هي مشاركة 8 دول مختلفة من الدول العربية وإفريقية، ثم هناك تم الإعلان عن جائزة ثقافة الصحراء والتي فازت بها دكتورة من مدينة مراكش، بالإضافة إلى المشاركة بعدة مواضيع، وأهم ما في هذه الدورة هو الاحتفاء برمز من رموز الصحراء، الرمز حمو سعيد الذي أبينا إلا أن تسمى عليه هذه الدورة تكريما لروحه ولما قدمه في حياته. تتعدد إذن محاور ملتقى عيون الأدب العربي عند كل نسخة جديدة، فبعد موضوع الواحات كفضاء ثقافي وروحي في نسخته 6، ثم الإنتاج العلمي والأدبي للزوايا في 7 دوراته، ترصد الدورة 8 من الملتقى أدب الرحلة.
في الرياضة، أصدر الستار على منافسات القسم الثاني للنخبة بإجراء الدورة الأخيرة التي تميزت بصعود فريق واتزم وفريق الراك للقسم الوطني الأول. من جانبه فريق شباب المسيرة فاز في هذه المباراة رغم فشله في الصعود إلى القسم الوطني الأول، وذلك على حساب فريق المغرب الفاسي. تفاصيل أكثر في تقرير محمد ورتاح. المركب الرياضي الشيخ محمد الأغضف كان على موعد مع مباراة قوية جمعت بين فريقي شباب المسيرة الذي فقد الأمل بالصعود عكس الضيوف المغرب الفاسي الذي أتى لمدينة العيون لتحقيق الفوز وانتظار هزيمة الراك وفوز جمعية سلا، حيث تمكن الفريق الفاسي من تسجيل الهدف بواسطة المهاجم جوزيف يانكي، وكل المؤشرات في الدقيقة 20 تشير لصعود الفريق، لكن كرة القدم لا تؤمن بالمنطق حيث النتائج تعرف عند صافرة النهاية. الشوط الثاني من هذه المواجهة ومع تغييرات المدرب الكوري القاسمي يحصل هنا شباب المسيرة على ضربات جزاء، نعيدها لكم بالعرض البطيء ونترك الحكم لأصحاب الاختصاص. انبرى لها بنجاح المهاجم صراخ عبد الرزاق والذي يسجل هنا هدف التعادل في هذه المواجهة، وبعد أخذ جرعة ثقة في الفوز واللعب بكل نزاهة في المباريات الأخيرة العميد بلال التالي وبعد تعليمات المدرب الكوري القاسمي سيتمكن الفريق الصحراوي هنا من تسجيل هدف الفوز لفريقه، وذلك في الدقيقة 86. نتيجة مكنت الفريق من احتلال الرتبة الثالثة رفقة فرق المغرب الفاسي مولودية وجدة جمعية سلة واتحاد الخميسات، لينهي بذلك الحكم جلال جيد عن نهاية المقابلة بتفوق شباب المسيرة بهدفين مقابل هدف واحد. رغم أننا أربعة المقابلات الاخرين ما كناش لاعبين صعود، ولكن اليوم لاعبين على النزاهه ديالنا، لاعبين على 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 سمعه الفريق، ولاعبين على يعني نحسنوا ترتيب الفريق. واليوم تاثرنا هاك الحمد لله بجوج لاعبين الحمد لله اللي طبقوا التعليمات الحمد لله وكانوا في المستوى، وكنا اليوم نخرجوا بنتيجه عريضه والحمد لله، وحنا راضيين على المستوى والجمهور راضي علينا والحمد لله. كنا نتمنوا اليوم عندنا نكونوا احنا الفريق الصاعد، ولكن هذه كرة القدم. نظن درت واحد تقييم يعني معقلا، نظن بانه ما يمكن لنا اننا نقولوا واحد موسم ناجح، اكيد ان كان خصنا ديك لا سوريز سور لو غاتو اللي يطلع كانت تكون افضل، لكن الا شفنا منين جينا في ظرف سنه وفين وصلنا وشنو اللي تحقق في هذه السنه، يعني يكفي انني نذكر لك ان ما كانش فريق، كان فريق يعني كيخصو يتبنى، كانوا لاعبين اللي خصو يمشيو، كانوا لاعبين اللي جاو، على الأقل تداروا أشياء جيدة كثير. أزدل الستار إذن على منافسات القسم الثاني النخبة بدون تحقيق الصعود لشباب المسيرة، والموعد سيتجدد مع مباريات الكأس يوم الخميس المقبل بالمركب الرياضي الشيخ محمد الأغضب ضد نهضة خميس الزمامرة، مع الإشارة لتأهل أولمبيك فوس بكرة بعد اعتذار فريق النهضة استطيع. نذكر مشاهدينا الكرام ببلاغ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الذي يفيد أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة غرينتش عند حلول الساعة 3 صباحا من يوم غد إلى أحد 21 مايو. والآن إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله. ستعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض كما ستلاحظ بعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل. درجة الحرارة العليا 29 درجة بالعاصمة الرباط.
40 درجة بسيدي فني وأسا 34 درجة بكريميم 27 درجة بالطنطان 41 درجة بزاك 24 درجة بطرفها 37 درجة بسمارة 29 درجة بالعيون 34 درجة بمكرا 25 درجة ببوجدور. سبعة وثلاثين درجة بقلت تسمور، واحد واربعين درجة بمدريكة، واحد واربعين درجة بمدريكة، ثلاثة وعشرين درجة بالداخلة، ثمانية وثلاثين درجة بيوسرت، خمسة وعشرين درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون بحر قليل هيجان إلى هائج على طول السواحل الجنوبية. الشمس في مدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 6:06 قمر غروب، فسيكون في حدود الساعة 7:32. درجة الحرارة العليا ببعض المناطق المجاورة إلى بلادنا 42 درجة بتيندو، 43 درجة بالرابوني، 42 درجة بالزويرات، 44 درجة بتودني وأطار، 25 درجة بنواذيبو، 30 درجة بنواكشوط، 42 درجة بكيهيدي، 37 درجة بباماكو. نذكركم مشاهدينا الكرام بأبرز عناوين هذه النشرة المباشرة. منظمة الأمم المتحدة تعلن أن كريستوفر روس توقف منذ 30 من أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. من مدينة تقليمين نرصد للقاء التواصلي الذي عقد حول القطاع الصحي للإقليم. وإطلالتنا الأدبية تابعنا من مدينة العيون وفعالية نسخة ثامنة من ملتقى عيون الأدب. نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم متابعة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري الشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي، كما تلتقون مع إعادة لهذه النشرة غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. في الختام أنقل إليكم تحيات الطاقمين التقني والصحفي المشرفين على هذه النشرة. إلى الغد إن شاء الله.